السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا باحسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم شنو كنعمل اول حاجه قبل ما نطرز. اول حاجه كننزل الخيوط اللي نقدروا نحتاجهم في هذه الطرزه هذه. مثلا هادو هما الخيوط اللي عندي اللي غنحتاجهم ان شاء الله، والطرزه هي هذه باش نوريها لكم، والثوب هو هذا. هذه هي الطرزه، وهادو هما الالوان اللي باغا نعمل. طبيعه الحال ماشي الالوان كاملين، غنختار منهم لان عندي واحد جوج جليبات هما اللي غنطرزهم. هادو هما الالوان اللي عندي كيف ما قلت لكم. غناخذ البلانشا او الميكوات ونعمل لهم هاد الطريقه هادي. علاش اسهل ما كتعمل لهم هاد الطريقه هادي؟ اول حاجه كنعرفوا حنايا بان الحرير كيطلق واحد الشعيرات اللي مع التصبين بغينا يبقى لنا مده اطول مزيان. كنعمل هذه الطريقه هذه باش كنبخر الحرير. هذه الطريقه هذه كيعملوها حتى المعلميه اللي كيخدموا بالتراسن، حتى هما كيعملوا هذه الطريقه هذه باش كيبخروا التراسن باش كتبقى مده اطول مزيانه، حتى الا تصبنت الجلابه كتبقى مزيانه. هذه الفكره هذه الصراحه كنعملها، كنستغل بها الوقت، لان الا عملت باش نبخر واحد بواحد يعني ياخذ لي الوقت بزاف. كنعمل هاد الالوان او الكميه اللي غنقدر نحتاج، وكنعملها بطريقه سهله وسريعه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم والطريقه تكون مفهومه. اي حاجه ما فهمتوهاش قولوها لي ان شاء الله نشاركها معكم.